بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والثناء لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، صدق الله العلي العظيم. من الآداب الخاصة في القتال لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هو أقصى التوجيه التربوي في أقصى وآخر ساعات الحياة والقتال، من البداية إلى آخر ثانية في حياته وآخر دقيقة وآخر ساعة. الاستفادة مهما أمكن من جميع الطاقات المتاحة لمواجهة الفساد والإفساد والفاسقين الظالمين الكافرين الذين اتبعوا الشهوات وأضاعوا الصلاة. وهذه الأمور المستفادة الممكنة لتوسيع عملية الإصلاح والصلاح في العالم أجمع، وخصوص في المسلمين والمؤمنين مهما أمكن. فالآية واضحة أن الله سبحانه وتعالى يكلف النفس بما آتاها من طاقات، ومعلوم أن الحسين عليه السلام آتاه الله من الطاقات ما لا يمكن حصره بكلمة أو جملة. فلذلك نرى الأعاجيب من مقاومته وصبره واستبساله ومضيه في الطريق الذي رسمه الله له ورسمه له محمد جده صلى الله عليه وآله وأبوه علي عليه السلام. ومن أمثلة الاستفادة من هذه الطاقات هي رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية، وهي آخر وأخصر رسالة أرسلها في يوم عاشوراء إلى أخيه كما تذكر كتب السير والتواريخ. قال الإمام الحسين عليه السلام في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم، أما بعد، فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل، والسلام. الملاحظ في هذه الرسالة شديدة الاختصار ملاحظات داخلية في نفس الرسالة وملاحظات خارجية تحف بالرسالة زمانا ومكانا وجهة ومرسل ومرسل إليه، تزيد في معاني الاستفادة مما قصده سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآداب الخاصة به، آداب القتال، والتي هي موضوعنا، أحكام وآداب القتال عند سيد الشهداء الحسين بن علي عليهم السلام. فهذه الرسالة يبدو للمتأمل أولا إمكان الإرشاد والموعظة فلا ينبغي تركها ما دام هناك مجال وقوة وعافية وطاقة ووقت وقلم وورق ولسان ينطق، فلماذا لا تستخدمها؟ ولماذا لا نستخدمها؟ ولماذا لا يستخدمه الحسين عليه السلام في النصيحة وهو خارج للإصلاح في أمة جده محمد صلى الله عليه وآله؟ فإن ميثما نصح الناس وهو مصلوب حتى قطع لسانه، وكذلك رشيد أو رشيد الهجري أيضا صلب
وكان ينصح الناس وهو مصلوب. فإذا بالإمكان النصيحة، ولكن المسألة تثار مرة أخرى، لماذا النصيحة لمحمد بن الحنفية؟ هذا أيضا ممكن أن نتأمله فيما يلي. الأمر الثاني هو تطيب الخاطر لمحمد ابن الحنفية المعروف بابن الحنفية، محمد بن علي أخيه، وبني هاشم عموما لاستقبال الموت، لأنهم سيتعرضون للإبادة الممنهجة بعد الحسين عليه السلام، خصوصا فيما تلا العصر الأموي، فبنو العباس زادوا على ما فعلت بنو أمية، فإنهم بعد قتل الحسين عليه السلام لم يرتدعوا عن سفك أي دم آخر، كما قال عليه السلام: أما إنكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله، بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي. فهذا المعنى أنه الدماء صارت مستباحة بعد قتل الحسين، جميع دماء المسلمين مستباحة، لا مائز بين مسلم ومسلم وشخص وشخص، لأن الحكومة باسم الإسلام صارت كافرة ظالمة فاسقة واقعا، ومسلمة ظاهرا بالشعار فقط كإسلام المنافقين، بل هم المنافقون حقا. الأمر الثالث عدم الرضوخ للظالمين أبدا. توجيه الأمر بالجانب الديني والسياسي أن المؤمن الحر لا يرضخ للظالم أبدا، فالدنيا كما يقول الحسين سلام الله عليها تيسيرا لموضوع المقاومة للظالمين، كأنها لم تكن لحظة، وكأن الفراق الذي يحصل بيننا وبين الدنيا كأنه نزول من مركبة أو خروج من عالم إلى عالم آخر، وهو كذلك في الواقع. الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، فكأنها لم تكن لحظة الفراق، لحظة الموت، كأن الدنيا كانت طيفا وحلما سريعا. في القرآن الكريم عبارات الذين يصفون الدنيا بأنها يوم أو بعض يوم أو ساعة، ولهذا حين الرحيل عن الدنيا وتركنا ما خولنا الله سبحانه وتعالى وراء ظهورنا سيكون بالضبط كمنام جلسنا منه، فمنهم من يكون منامه حلوا، ومنهم من يكون منامه كابوسا. فمن مضى يومه بالحلال الطيب وكان في سجن الأحكام الشرعية يخرج إلى جنة الله العريضة، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهكذا بالعكس بالنسبة للكافر، إذا كان في جنة النعيم يخرج منها إلى عذاب السعير والعياذ بالله. وكأن الآخرة لم تزل، أي أنه حينما ترى الآخرة لحظة الفراق والتفت الساق بالساق تراها باقية موجودة لا موت فيها، فكأن الآخرة لم تزل. أيضا مما يستفاد من رسالة الإمام سلام الله عليه في أخبار كثيرة أنه استفاد من آخر لحظات حياته حينما جلس القاتل اللعين الشمر على صدره، فأخبره الحسين عليه السلام نصيحة وموعظة كما في بعض الأخبار أنه إن قام عن قتله يضمن له شفاعة جده محمد صلى الله عليه وآله، ولكن الشمر اللعين استهزأ
بالشفاعة واستهزأ بالحسين عليه السلام وقال: دانق من يزيد، خير عندي منك ومن شفاعة جدك. أيضا نلاحظ في هذه اللحظة الأخيرة التي أثبت الإمام سلام الله عليه رغبته في الإصلاح والصلاح والفلاح والنجاح، وبيان نفاق وكفر وفساد والظلم الطاغين القتلة من بني أمية، في آخر لحظة مع هذا العرض الذي قدمه للشمر فتح الإمام سلام الله عليه عينه بوجه قاتله. لهذا لم يكن يطق أي من الملعونين مهما بلغ من الملعنة أن يرى عين الحسين وهي تبصره أثناء القتل. لهذا عمد اللعين الشمر إلى أن يقلب الحسين على وجهه ويذبحه من قفاه، لأن الحسين عليه السلام قاتل بعينه حتى آخر ثانية من عمره. لهذا ذبح وعيناه مفتوحتان، والأخبار تذكر أنه كان على الرمح رأس مفتوح العينين، إذا نظر إلى زينب عليه السلام أسبل جفونه وسالت دمعته من كرامات الحسين عليه السلام ومن المعجزات التي عرف بها. إذن النتيجة التي نخلص إليها اليوم هو أن المؤمنين لهم بالحسين عليه السلام أسوة حسنة، بأن يستغلوا الحياة الدنيا أقصى استخدام وأقصى استفادة من أوقاتهم وطاقاتهم وأموالهم وعلومهم، حتى لا يذهبوا بعد عمر طويل إلى القبر وهم سليمي الأعضاء وسليمي العين وسليمي العضلات وسليمي الطاقات. فالدود يأكل المريض ويأكل الصحيح، الدود في القبر يأكل الجميل ويأكل القبيح، ويأكل المقطع ويأكل غير المقطع، لأنه لا يميز بينهم. أما المؤمن فيسلم هذا الجسد إلى التراب وقد أتعبه بالعبادة والجهاد في سبيل الله والاستفادة أقصى الاستفادة من أوقاته وساعاته وأيامه، لأنه يعلم أنه يسأل عنها. اقتداء وأسوة بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الذي استفاد أقصى الاستفادة من مشيه وقلمه في رسالته لأخيه محمد بن علي، وأيضا في كلامه وحتى بعينه التي نظر بها إلى قاتله ليرتدع عن ما أقدم عليه من الجريمة العظمى التي بكت لها السماوات والأرض وبكى لها كل شيء دما عبيطا كما في صحيح الأخبار. فإنه مما يشير إلى ضرورة أن يستفيد المؤمن من تمام الوقت وتمام الطاقات ما نجده عند رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، كما وجدناه عند الحسين عليه السلام ونجده عند علي عليه السلام وفاطمة وعموم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد ذكروا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه في مرة من المرات كان يأكل التمر ويحتفظ بالنوى، فقيل له عن سبب احتفاظه بالنوى فقال لهم بما يرشدهم إلى أنه سيأتي من يأخذه أو يأكله،
ولا زال محتفظا بالنوى والتي في العادة تكون نويات يعني ليس كثير. كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أكل من التمر معدودا يأكل، وفعلا لا زال محتفظا بالنوى حتى مرت عنزة فأشار إليها بما يشير الرجل إلى أجلكم الله الحيوان، فتقدمت العنزة ففتح كفه وفيها نويات فأعطاها فأكلتها. هذا يدل على الاستفادة مما يمكن إن كان في الوسع. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما آتاها من الطاقات. أما عن علي عليه السلام فيذكر في السيرة منه صلوات الله وسلامه عليه أنه ذهب إلى الحلاق ليصلح من شعره وشاربه ما يصنع كل مؤمن في تزيين نفسه وتجميله بتعديل الشارب واللحى والشعر. فلما وصل الحلاق إلى تعديل الشارب كان أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه مسبحا ذاكرا لله سبحانه وتعالى مهللا حامدا لا يفتر، أي لم تنطبق شفتاه أبدا. فقال له الحلاق يا أمير المؤمنين لو أطبقت شفتيك حتى أنتهي من قص أو تعديل الشارب. فقال له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الوقت أسرع. وهذا المعنى الذي نلاحظه بأن الآنات أجزاء الثانية والثواني التي هي أجزاء الدقيقة فضلا عن الدقائق نفسها والساعات والأيام غالية جدا عند محمد وآل محمد الذين هم أسوة للمؤمنين، غالية إلى درجة أنه في مقام المفاضلة بين فضيلة تعديل الشارب والتزين للمؤمنين كما في مستحباتها المذكورة في محلها، استحباب التزين للمؤمنين، المؤمن مستحب له أن يتزين ويتجمل لقول النبي صلى الله عليه وآله إن الله جميل يحب الجمال، وأحب أن إذا خرجت إلى أصحابي أن أتزين أو أتجمل. فهذه فضيلة استحباب، وبين فضيلة استحباب آخر أيضا وهو الذكر لله سبحانه وتعالى، أي أنه يذكر الله في كل حال. قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ودلالة ذكر الله قياما وقعودا وعلى الجنوب لا تفيد الحصر في هذه الأحوال، إنما تفيد ما هو أعم، أي في كل الأحوال، أي الذين يذكرون الله في كل الأحوال. مع أن الذكر مستحب إلا أن علي عليه السلام قارن بين استحباب الذكر واستحباب التزين فقال للحلاق
أنه إذا صمت فاتني الوقت ولم أذكر الله سبحانه وتعالى بل تزينت، والتزين أقل استحبابا من الذكر في مقام المفاضلة، مع أنه قد والله العالم أن يتعرض حين القص إلى نوع من عدم الاعتدال، ولكن علي عليه السلام لم يلتفت إلى ذلك بهذا القدر. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا ولكم وحسن العاقبة والحشر مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالجنة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.